يي يي ليش لحتى يضربها؟ ليش؟ فوق كل تعبها بهالحياة؟ لك نطرته سنين وسنين بيقوم هيك بيعمل فيها؟ الحرب بتغير وبتقسي القلوب. الدم والموت والقهر اللي عاشوا، كل هاي الاشياء وين بدها تروح؟ صار في مخزون كتير كبير من العنف وإجباري بده يطلع. عم بتدافع عنه كمان؟ أبداً، أنا بالأول كرهته كتير، بس حطيت حالي محله لقيت إنه هو مانو مذنب بشي. أصعب شي على البني آدم لما بيبرر تصرفات غيره. أنا ما عم برر، أنا عم حاول حلل الأسباب والدوافع. لا، أنت مالك مقتنع بالشي اللي عم تقوله. ما بعرف شو بدي قلك. لا تقول شي، كمل لي القصة. يلا كمل، شو صار بعدين؟ كانت خيبة أمل فظيعة، خيبة أمل من الرجال اللي نطرته كل هالسنين وضحت مشانه بشبابها وعمرها. المشكلة إنه وليد كان يشعر أحياناً إنه عم يظلمها، عم يحاول يكفر عن غلطه، بس هي الحالة ما كانت تدوم كتير. جميلة، جميلة بدي أحكي معك. ما ضل حكي يا وليد، ما ضل حكي. جميلة، أنا بدي أعتذر. على شو؟ يا ريت انكسرت إيدي قبل ما نمدت عليك، يا ريت ما قطعت. أنا ماني زعلانة لأنك ضربت، أنا زعلانة على الأمل اللي عشت فيه سنين عم بستنى وليد. الرجال الشهم الطيب اللي عمره ما مد إيده علي. والله معك حق بكل اللي عم تقوليه، بس بترجيك قدري وضعي أكتر من هيك. بس أنا رح أقلك على شغلة، مو أنت وليد اللي بعرفه، هذاك أخدته الحرب ما رجعت لي. شو قصدك؟ أنا مش وليد، قصدك الإعاقة؟ أنا ما قصدي هيك، أنا قصدي على اللي صار فيك من جوا، هذا أخطر بكتير من اللي صابك من برا. لا خلص بقى جميلة، انت عم تزيديها كتير، بعد شوي رح تعمليني مجنون. بس الظاهر انت اللي مش عم تستوعبي انه في رجال رجع على حياتك، رجال لازم يشاركك بكل قرار بتاخديه. انا كمان جميلة، انا من وقت ما رجعت ما شفت جميلة اللي بعرفها، شفت جميلة تاني، جميلة اللي مش قادرة تستوعبني. ولك أخ أخ، يا ريت مت بالحرب وما رجعت، يا ريت مت وما رجعت. ولك ليش يا الله، ليش ما بتموتني وتريحني؟ كل يوم عم تموتني 100 مرة كل يوم عم بموت. الحرب هدمت كل شيء، البيوت والحجار، وهدمت الحب والاحترام والثقة اللي كانت بين وليد وجميلة. هدمت أجمل قصة حب ووفا ممكن نشوفها أو نسمع عنها. كيفك حبيبي؟ مش منيح والله، مش منيح أبداً، كل شي بيشبس رمي. خير؟ خير؟ أي خير وأنت هيك؟ أنا شو؟ أنت شو؟ شو علاقتك بمدير الشغل بالمطعم؟ شو بك وليد، رجعت لي ايدي؟ وبدي كسر لك راسك، شو علاقتك بمدير الشغل؟ ولك وليد شو عم تحكي؟ انا ما عم صدق، ما عم صدق. احكي احسن ما قلت لك. ولك الزلمه مديري بالشغل وبس. بس بس ليش كبر يتجوزك لكان؟ ليه؟ لك كان بده يتجوزني لانه مفكر انه جوزي ميت، هو طلبني بس انا رفضت، رفضت. لا ليه رفضتي؟ وليد شو عم تحكي؟
لك انت جنيت؟ ايه وليك يا بنت جن؟ قليلي ليه ضليت عنده بالشغل؟ ليه؟ لك انا لقيت شغل تاني وقلت لا، بعدين الزلمة لما عرف انك رجعت اجا واعتذر مني. اه والله يعني بعدك عم تحكي انت وياه؟ يعني عرف اني رجعت؟ لك انت اكيد بدك تجنني. لوين رايحوني؟ اسمع بقى، لك لوين عم تهربي مني؟ ايه؟ لوين عم تهربي مني؟ لك انا ماني هربانه، ولو بدي افلت كنت فلتت من زمان ومن غير ما تعرف. لك شو مفكره انا عاجز يعني؟ ما فيني الحق وعارف وين عم تروحي وين عم تجي. لك انت مجنون؟ مين جاب سيره عجزك؟ لك انا ما خليت رجال واحد يطلع فيني تطليعه، لاني مو شايفه غيرك بالدنيا كلها. كذابه كذابه. لك انا ماني كذابه ماني كذابه. تعرف ليش؟ لاني بحبك بحبك. تعرف لو انا كنت محلها كنت اخذت الولد وهربت. تهربي؟ ايه بهرب، لانه هيك واحد ما بقى ينعش معه. وبتتركي اللي نطرتيه كل هالسنين؟ لك لو رجع مثل ما تركته كنت حطيته على راسي، بس مو يرجع هيك وكله رايح على هالمخلوق او ابنه. يا علي يا علي، الله يكون بعونه الثاني. زعلتي على الولد؟ ايه زعلت عليه. ليش لحتى ما ازعل؟ امي انت عندك اولاد؟ ما بعرف. وانت شو بدك بهالأسئلة كلها؟ تأخرت على شغلي، بكرة بشوفك وبكمل لك القصة. طيب مثل ما بدك. بشوف وشك على خير. شو كيف الوضع اليوم؟ لا الحمد لله أحسن بكتير. لوين وصلت معه بالقصة؟ يعني بالنهاية تقريبا. ايه منيح انك ما عم تحكي لدفعة واحدة. بتعرف هي القصة مثل الدواء، لازم تنعطى على جرعات لحتى تعطي نتيجة. يعني انت برأيك في نتيجة؟ الجواب مش عندي. عند مين لك؟ عندك. احساسك وحده هو اللي ممكن يعطيك الجواب الحاسم. عن جد شكرا ماريا، يعني أنا ما كنت مستني منك أكثر من هذا الجواب، أنت ريحتيني كثير. ولو هيدا واجبة. لا بالعكس، اللي عم تعمليه أكثر من الواجب بكثير. صحيح ما سألتك، قريتي شي من الديوان؟ أكيد قريت. وشو رأيك؟ يعني بدها قعدة طويلة. معناته عندك ملاحظات كثير. لا ما في كثير، بس عندي رأيي الشخصي. وأنا عندي فضول إني أسمعه. خلص رح كمل قرية على الآخر، نعمل قعدة على رواق ومنحكي. يا ريت، وأنا جاهز أكيد. تسمحي لي هلأ؟ مع السلامة. شكراً. شو كان عم بقلك؟ مين؟ الباتشيني. ولك بلا سألتك أنت هلأ. أستاذ أسامة، كتار من النقاد بيتهموا شعرك أنه مغرق بالسواد والتشاؤم وهو أقرب للبكائيات، شو بترد على هيدا الاتهام؟ الشعر عموماً هو صدى الروح، هو حالة وجدانية فيه ترجمة لجملة من المشاعر والأحاسيس اللي بيحس فيها أي شاعر. أنا عملياً بكتب بصدق، والشعر الحقيقي هو الشعر اللي بيكتب بصدق، إن كان عم يكتب عن الفن أو الحب أو الحرب أو أي شيء تاني. وإذا منرجع لتاريخ الشعر العربي بنلاحظ انه اجمل الاشعار هي الاشعار اللي بتحكي عن الرثاء والحنين. واذا بتلاحظي كمان الوقوف على الاطلال هو اجمل ما تضمنه الشعر العربي، لانه هي حاله صادقه من الحنين واسترجاع الذكريات. هلا فينا نستنتج من هيدا الكلام انه شعرك هو انعكاس لحياتك، او بمعنى ادق انت انسان متشائم ومحبط. هلا ما فينا نختزل حاله الانسان بكلمه واحده، الانسان هو مجموعه من الاحاسيس المتناقضه، الحب، الفرح، التفاؤل، الإحباط. بس يمكن أنا مساحة الحزن كبيرة بحياتي، لهيك شوي هي مأثرة على طبيعة شعري. وهذا الشيء واضح من مجموعتك الشعرية، مرسيات الحب والحرب، ترنيمة الألام، أرواح متناثرة. هل يا ترى ديوانك الشعري الجديد رح يحمل نفس المضامين؟
يعني بيحمل نفس التوجه أو نفس الخط. شو عنوان المجموعة الجديدة؟ من 4 أشهر الديوان موجود وبالمطبعة بس ما لقيت العنوان. شكراً لك أستاذ أسامة. شكراً. أهلين ماريا، كيفك؟ بعتذر لأني عم تلفن بهالوقت المؤخر. لا لا أبدا، أساسا أنا بسهر للصبح وفينك تتصلي بأي وقت بدك إياه. بصراحة هلأ خلصت قراية الرواية اللي أعطيتني إياها. حلو، معناتها شو رأيك نتواعد بكرة وأسمع رأيك؟ بس ما كان فيه أنطر لبكرة ولهيك اتصلت بهالوقت. الله يستر، هاتي لشوف. باختصار أنت رائع. نعم، قصدي أنت شاعر رائع. من زمان ما استمتعت بقراية ديوان مثل ما استمتعت اليوم. شكرا ماريا، هذا من ذوقك. بس ما تفكر إنه عم جاملك، أنا عم بحكي إحساسي. أنت نقلتني لعالم تاني، بس في سؤال خطر ببالي. تفضلي. مثل كأنك مش أخذ حقك مثل ما هو لازم. كيف يعني؟ يعني أنا لو ما كنت بعرفك بشكل شخصي ما كنت تعرفت عليك كشاعر، وما كان خطر لي أبداً إني أقرأ أي ديوان لإلك. قصدك إنه أنا شبه مغمور؟ لا مش هالقد. أنا اليوم مثلاً عملت لقاء صحفي، ويمكن آخر لقاء عملته قبل هاد كان من سنتين. هذا الزمن مو زمن الشعر ولا زمن الشعراء. الشاعر بهالعصر هو عبارة عن صوت بلا صدى، صرخة بوادي ما لها أي قرار. بس هيدا الشيء ما بيعمل لك إحباط؟ لا 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 أبداً، أنا متصالح مع حالي وراح ضل أكتب شعر حتى لو صرت أنا القارئ الوحيد لشعري. تعرف بيعجبني فيك إصرارك وإيمانك على الشيء اللي عم تعمله. أهم شيء إنه الإنسان يعرف شو بده من هاي الحياة. أنا بعرف إنه شو؟ شو بدك؟ بدي نام، منعزت كتير. يلا تصبح على خير. صباح الخير. صباح النور. شو شايف اليوم في همة وفي نشاط؟ ايه والله شفت حالي متيبسة شوي، قلت بمشي نشط حالي. جود. شو ما اجى اليوم؟ مين؟ هذا الشاب يلي بيجي بيزورني دايما. اسامة. ايه اسمه اسامة. ما شاء الله عليك يا ست جميلة، تذكرتي اسمه؟ ايه تذكرت. شو ما اجى اليوم؟ هو قالك انه رح يجي اليوم؟ ما بعرف، بس لازم يجي مشان يكمل لي القصة. ان شاء الله ما بيتأخر اكثر من هيك. صباح الخير. يا صباح الخير. صباح الخير. تعا 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 احكي لي شو صار مع وليد؟ وليد قرر انه ما يستسلم للواقع. ايه عادي. ايه رح بقعد. ايه رغم إعاقته نزل وليد يدور على شغل. هو كان بده يشتغل ليحس إنه موجود، ليحس إنه عايش وقادر يقدم أي شيء لأسرته. كان رافض تماماً فكرة الموت، بس طبعاً ما حدا كان عنده استعداد يشغل إنسان عاشق. شو عم ترسم ماما؟ ماما بابا. الله شو حلوين هالرسمات. يلا حبيبي قوم لحتى حممك وترجع تكمل رسم. ايه يلا زين. هي اول مرة بيطلع من البيت بس اتأخر كتير.
هيدي اللعبه بدها اياها. هي بشيل يا رب. وقداش بتتركي اياها؟ يا عم والله شريتها بركه، ما فيها شيء يعني، ما بعرف كبيره. انت شايف وضعي وبدي اخذها لابني الوحيد. الله يعافينا ويعافيك، سلم لك الولد، والله شريتها بركه يا عم، ما فيها شيء، صارنا واحد. ليك معي هون، ما معي غير 3 ليرات. الله يبارك فيك، والله يا عم ما بتفي، سعر واحد يعني. الله يخليك ويخلي اهلك. الله يسلمك يا عم. اعطيني اياهم 3 ليرات. عمو انا شغيل هون، بدفع الفرق من جيبتي، ما بتفي. الله يسلمك. ما يعني ما بطلب، بشتغل بعيوني بخدمة. شكرا. الله يكرمنا ويكرم اخونا. ماما ماما شوفي بابا شو جاب لي. شو جاب لك؟ يا عيني اخلاق طيبة، يسلموا ايديك. شو جبت لك كمان؟ حبيتهم؟ يلا هدي هول الألعاب. كلهم الألعاب. ماما خذ الألعاب تبعك والأكلات وفوت لجوا على الغرفة. يلا حبيبي. وليد منين جبت المصاري؟ شفت قديش انبسط أسامة بالغراض؟ أحلى شعور عند البي لما يسعد ولاده بهالطريقة. بس ما قلت لي منين جبت المصاري؟ من شغلي. منين بتجيبهم يعني؟ من شغلك؟ إيه من شغلي. ولا مستغربة؟ لا ماني مستغربة، بس أنت ما قلت لي إنك عم تشتغل. إنه ضروري بس أنت اللي تكوني عم تشتغلي وتجيبي مصاري. إنه صحيح أنا عاجز، بس بعد ما متت بعدني منيح وقادر اشتغل وجيب مصاري اكثر مني. انا بفرح لك انك تشتغل وتعيش حياتك طبيعي، بس ما قلت لي شو عم تشتغل. انا اليوم نزلت ادور على شغل ووصلت على محل العاب. هن جماعه طلعوا كثير طيبين. هلا صحيح انه حركتي بطيئه، بس هن ما اهتموا لهالشيء ابدا. ناس ولاد عائله، الدنيا ما بتخلى. ايه الف مبروك. الله يبارك بعمري. حبيبتي أنا جوعان، شو قولك هيك تعملي لنا لقمة ونقعد ناكل سوا؟ تكرم عينك. وهو فعلا لقى شغل؟ لا لا أبدا. يو لكن منين كان عم يجيب هالمصاري؟ جميلة كانت شاكة بالموضوع. الموقف بدي يتكرر، وكل يوم كان يفوت وليد على البيت وهو حامل بإيده هدايا وأغراض وأشياء. سامح شو جبت من هناك اليوم؟ جبت لك كباب وشقف. كباب 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 جميلة. هدي حبيبتي اعملي لنا ناكل لنا. يلا شو هالحكي هاد؟ مو معقول. مثل ما عم بقول لك يا فادي، بعدين كل يوم عم بيجي جايب معه اغراض وهدايا. طيب هو ما قال لك وين بيشتغل؟ يعني ما دلك على الشغل تبعه؟ ابدا، ما حكى شيء محدد. هذا اذا كان عم بيشتغل. شي شو هالحكي؟ يعني اذا ما عم يشتغل، مين عم يجيب هالمصاري لكان؟ ما انا هذا اللي بدي اعرفه. ايوه فهمت عليكي، خلص انت لا تحكي لي هم. انا ان شاء الله بدبر الموضوع، اتركي الموضوع علي وروحي تيسري على شغلك انت. فادي بدي اعتمد عليك. خلص ولا يهمك، مثل ما قلت لك اتركي الموضوع علي. خاطري. الله معك، مع السلامه. تفضل يا استاذ. جوابات جوابات جوابات. عليكم السلام. خمسة على الستة ثلاثيات الواحد. شكرا عينا. طبعا جوابات. لوين هربان يا حرامي؟ لوين؟ فادي هات المصاري لهون. هاتهم. اي مصاري؟ لو شفتك بعيني انت عم تاخذ مصاري من عم بيع الجوابات صار لي ساعة عم راقبك. هات المصاري لهون. انت عارف حالك على شو عم تحكي؟ ارفع صوتك كمان. ليكوا المصاري بايدك. هاتهم لهون. هاتهم. يا عيب الشوم عليك. بس استناني هون لتتحرك على رجال اياهم. الزلمه راجع عندك. انا
كان عم يسرق؟ للأسف بعد ما تسكرت كل الأبواب بوشه ما ضل قدامه غير هذا الباب ليحس إنه موجود. إيه لا تبرر، هي اسمها سرقة. لا لا أبدا ما عم برر. وشو عملت جميلة؟ عرفت بالموضوع؟ عرفت طبعا. عم تسرق يا وليد؟ عم تطعمي ابنك مع الحرام؟ خلص جميلة خلص. شو اللي خلص؟ بكفي بقى، ما بقى تحكي لنا عن السرقة. شو سرقت انا؟ لعبة لابني؟ حبة شوكولا؟ بسكوتي؟ شو هني هودي؟ قدام شبابي اللي انسرق مني، قدام عمري اللي انسرق قدام عيوني وما قدرت اعمل شيء. سرقوا شبابي وعمري واجري ومستقبل. زتوني بعد سأل عني، صرت عاجز. أنا صرت عاجز وعالي على مرتي وابني الصغير. أنا بي يا جميلة، بي ومن حق أشوف السعادة بعيون ابني لما أجيب له هدية، لما أجيب له أكلة مشتي كلها من زمان. بس مو بالحرام يا وليد، مو بالحرام. كل البواب تسكرت بوجهي، ما حدا مستعد يشغل إنسان عاجز. لا يا جميل، مش حرام مت إيدي بأسره، الحرام إني ضل عايش بهيك ظروف، حرام إني ضل عايش عايل عليك. عم بشوف أبوك لما زاد حاله والتحق، كان بفضني وصدمي وسوا، كان بفضني لأنه في شي مات جواتي. يا
كنت حاسة إني بعرفك، حاسة إني بعرفك من زمان. قلبي قال لي إنك ابني، قلب الأم دليل قال لي إنك ابني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إني رجعت شفتك بعد ما تذكرتي كل شيء. أخ يا أسامة، أخ يا أسامة، عم أشوف كل شيء قدامي، كل شيء. رجعت كل الذكريات عم أشوف لما طلعنا من بيروت، عم شوف حالي وأنا عم بنطر أبوك، عم عيش لحظات الذل والقهر وأنا عم بنطر، عم شوف أبوك لما انتحر. ليش رجعت؟ ليش رجعت وقلبت علي المواجع؟ ليش رجعت؟ أنا كنت مرتاحة لأني نسياني. أنا كنت مرتاحة، كنت مرتاحة، كنت مرتاحة. الله يسامحك يا أسامة، ليش رجعت نبشت لي الذكريات؟ ليش رجعتني لوجع الماضي؟ ليش؟ بوس إيدك، بوس إيدك، بوس ايدك، رجعني، بدي انسى. بوس ايدك، رجعني، رجعني، بدي انسى، بدي انسى، بدي انسى. بوس ايدك، بوس ايدك، انا ما عاد فيني اتحمل، مالي قدراني اتحمل، مالي قدراني اتحمل. رجعني مثل ما كنت أسامة. بوس ايدك، رجعني مثل ما كنت. امي انا ببوس ايدك مشان الله، كلامك هاد سكاكين عم تقطع بقلبي. وسامة طلع فيني مني، طلع فيني واسمع مني. لما بيكون الوجع اكبر من انه نتحمله، ما بيعود قدامنا الا حل، يا الموت يا النسيان. هيدي اللي بهواها عشقتها أنا من سنين، هيدي اللي بهواها ما في بحالها تنين، كل همي رضاها خبيها جوا العين، كل همي رضاها مين أغلى منها مين، روحي وحياتي فرحي وهناي امي، يا احلى كلمه عتمي من لما كنت صغير، روحي وحياتي فرحي وهناي امي، يا احلى كلمه عتمي من لما كنت صغير.
اللي بإيديها نبض القلب والروح هيدي اللي بإيديها تمحي وجع وجروح من نظرة عينيها روحي لعند تروح من نظرة عينيها بترد لقلب الروح روحي وحياتي أمي فرحي وهناي أمي يا أحلى كلمة عتمي من لما كنت صغير روحي وحياتي أمي فرحي وهناي أمي يا أحلى كلمة عتمي من لما كنت صغير أهلين أستاذ سامر، كيفك؟ طمني عنك. أنا تمام الحمد لله، شو أخبار الديوان؟ أنا بعرف إنكم ناطرين العنوان، ما رح نترك كتير. إيه اعتمدت على الاسم، وجع الماضي. حبيت الاسم؟ كتير منيح. إيه أكيد هي حالة جديدة علي. أوكي أستاذ، وأنا بانتظار النسخة الأولى. شكرا. أهلي. صباح الخير. صباح النور. خلصت كل الأوراق والملف صار جاهز. يعني خلاص نويت تطلعها من هون؟ ايه طبعا، يعني ما عاد في لزوم تبقى هون. معك حق، بس هيك ما رح نعود نشوف بعض. لا اكيد رح نشوف بعض، ما بدنا نحكي بالشعر؟ اكيد اذا انت حبيت. انا بيهمني وجود ناقده وقارئه حساسه مثلك. انت هيك بتشوفني؟ ممكن سؤال؟ تفضل. شو كنتي بدك تقولي لي امبارح بالليل؟ وانت ليش مصر تعرف؟ بس بدي اتاكد من الحدس اللي عندي. وحدسك شو قالك؟ هلا هو باغلب الاحوال الشاعر حدسه كتير مبالغ فيه، فبخاف قلك. ما بعتقد انه حدس الشاعر ممكن يكون غلط. ما بدك نروح نشوف امك؟ منروح مع بعض. يلا يلا. أسامة انا بحبك. رح اكتب ديوان شعر جديد وسمي ماريا واهديك اياها. ماريا؟ كثير هالقد؟ انت بتستاهلي اكثر من هيك بكثير. طب انا ناطرني ضيف برا، معلش نكمل حكي ونحن رايحين لعند الماما. طيب يلا. كيفنا اليوم؟ ماشي الحال. جميلة يا جميلة. أسامة جاي ياخدك اليوم لحتى تطلعي من هون. مين أسامة؟ ولوين جاي ياخدني؟ أمي أنا أسامة ابنك. امبارح تذكرتي كل شيء، شو صار لك؟ أمي مشان الله حاولي تتذكري. أنا أسامة ابنك. أنت مين؟ شو بدك مني؟ أنا ما عم صدق. أمي بوس إيدك مشان الله. أنا أسامة ابنك. مشان الله تذكري بقى. أمي هدي حالك. أمي مشان الله. أمي خلينا نمشي يا عيون. بس يا ماريا شوي. يا ماريا ما لازم كانت تتذكر كل شيء. طول بالك، ما لازم نتعبك. روق شوي. روح يا وجع العمر الماضي، وآه من وجع العمر الجاي.
آه.